في يوم ازمه خفيفه كده او تقيله زي ما انت عايز تقول مع الجمهور، خدت شويه مع تألقك وإحرازك الأهداف، وبعدين الجماهير رجعت تنادي تاني على قفشة، إمتى حسيت إن المصالحة حصلت وإنت أصلا عاشق ليهم؟ كان السبب إيه في المشكلة، والمصالحة من وجهة نظرك حصلت إزاي؟ والله يا كابتن يعني هو وارد، وانت لعيب كوره دايما وحضرتك لعبت يعني وعارف، هتلاقي دايما في وقت الناس بتتكلم عليك مش احسن حاجه، الناس مش راضيه عن ادائك، ده طبيعي. بس المهم انك لما تسمع ده، او لو انت سمعت ده او ما سمعتوش، ما ياثرش عليك. حلو. فانا دي وجهه نظري، يعني دي وجهه نظري حتى لو ليا انا مش لحد تاني، ان الجماهير لما ينتقدك ولا اكنك سامع خالص، لا ما ينفعش تحترم هذا الانتقاد. اصل انت ما هم في نفس الوقت هم الناس اللي هتشجعك، هم الناس اللي هيحيوك. نعم. هم الناس، فهي دي الكوره، انت شويه بتبقى كويس شويه لا، الجماهير شويه عايزينك كويس شويه انت مش، فده طبيعي. فانا لما حد بينتقدني انا ما عنديش اي مشكله خالص، ما بتزعلش. لا لا عمري عمري انا ازعل لو انت انتقدت في حته تانية خالص، جرحت. لكن انتقدتني في كوره وملعب وماتش لا ما عنديش مشكله، لكن اي حاجه تانية لا مستحيل. انا ضد اصلا ان اي حد يرد على جماهير او ما اي ينفعش. لا طبعا مش صح. شفنا جاردولا امبارح يا كابتن، يعني بص ده مدرب، اعظم مدرب في تاريخ الكوره تقريبا، يعني هو انشيلوتي. فبص عمل في نفسه ايه، عشان هو مجنون كوره، هو مدرب طبعا كبير. طبعا مش عايز فلا الكلام ده. فالجماهير قال له، حتى لما بيسالوه على الجماهير بيصفر عن الفرقه، قال لك الجماهير حقه انه يصفر عن الفرقه طبعا. عشان الفرقه مش في افضل حالاتها. فهو ده طبيعي، طول ما انت مش في افضل في حالاتك هتلاقي انتقادات. اذا انت ما ينفعش تغضب من جمهور لا النادي طبعا الاهلي. لا لا، حتى لو انا زعلان جوايا مش هرد عليهم ساعات بحاجه. بتزعل. لا انا بزعل، بتزعل. لا ده حقي ولازم طبعا. ازعل، عشان لو ما زعلتش يبقى انا مش مسؤول. لازم ازعل عشان ده جون في امري. ده جون في ما امري. هو ده بقى الجون اللي انا بعديها رحت رايح للجماهير. ده اللي صالحت فيه الجمهور. وقلت ده لهم الجون التيشيرت على دماغي طبعا. كده. بس ياسر كان هيجيبك براوليه. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، شفت الجون ده؟ انا ما كنتش عارف الجماهير جاي عليا ليه ولا بينتقدني ليه ما في اللحظه رضيتش دي، تروح تشجعهم، باين بعد هدف اسيست انت عملته حاجه كده. مش عارف كان في ماتش ممكن. انت عملت فانا اسيست عملت دي عشان حسيت ان هم ان في زعلانين. زعل عليا، فقلت لا ما وضحيت بالانذار. مش، لا مش مهم انذار، بس هم ما يزعلوش. هنا بس واضح يا افشه انك عاملها من قلبك. لا طبعا يا كابتن، كل حاجه قدام النادي او في نادي الاهلي انا بعملها بحب وبقلب، بقلب. يعني ما عنديش فيها، لو مش عاملها بقلب بعد كده هبان ان انا مش ده صحيح.